الندبة فن تقليدي تتميز به محافرة مسندم ويؤدى على وتيرة إيقاعية كالفرح والمدح. كانت في الماضي تستخدم كطريقة للتحذير من هجوم القبائل المجاورة، أما في الحاضر أصبح التقليد يمارس في المناسبات. طبعا الندبة مفردة من مفردات التراث الثقافي غير المادي، وتتميز به محافظة مسندم عن غيرها. محور حديثنا اليوم سيكون عن فن الندبة برفقة الدكتور راشد بن محمد بن عبد الله بن حروب الشحي. الدكتور راشد طبعا مهتم بالبحث والكتابة في المجالات التاريخية والموروثات الثقافية، وصدر له كتاب عن فن الندبة. دكتور راشد، نرحب فيك بداية. حياكم الله دكتورة خديجة والأخوة الأفاضل القائمين على هذا البرنامج، حياكم الله. دكتور، طبعا كونك باحث في التاريخ والموروث الثقافي من خلال اطلاعك وتبحرك بالموروث، أطلعنا على ما كتبت عن فن الندبة. لا يخفى عليك دكتورة أن فن الندبة أو الكتاب والكتيب الذي صدر في 2018 تحت إشراف ورعاية وزارة التراث والثقافة، هذا الكتيب حوى هذا الفن، وما كما أشرت بالتقديم أنه أحد مفردات الموروث الثقافي الغير مادي. والموروث الثقافي بصفة العمومية بشقيها المادي وغير المادي تعتبر بمثابة الوعاء الذي تستمد منه الشعوب والأمم القيم والمبادئ والتقاليد الأصيلة بجانب اللغة ومختلف الممارسات ونظم وأساليب الحياة. فن الندبة عندما نتكلم عنه لا نتكلم عنه كمفردة مستقلة بذاتها، وإنما أنا أستطيع القول أنها مفردة ضمن مفردات ثقافية كثيرة ومتعددة. فن الندبة هو نمط من أنماط الفنون الشعبية التقليدية المتوارثة خلفا عن سلف بمحافظة مسندم، وكما أشرت أيضا أنه يعني يشاركون ويتشاركون بها بصيحات يعني بصوت مرتفع على وتيرة إيقاعية معينة تحمل في طياتها معاني الفخر والاعتزاز بالقبيلة. طبعا فن الندبة بحد ذاته استطيع القول انه اعتبره نداء الحرب والسلم معا، لانه متعدد المناسبات. وكما قلت يعني الندبة نفسها من فصيح كلام العرب، وقد يعني ورد في معاجم اللغة العربية كقاموس المحيط والمعجز يعني ومصحف الدحداح وغيرها كلمة النادب تجمع على ندوب وأنداب وغير ذلك، ولا نريد نستفيد بهذا. هنا ما يعنينا أن الندبة تعتمد على ثلاث عناصر رئيسية، وهذه العناصر الرئيسية لا يمكن استغنى عنها بأي حال من الأحوال ولا بأي زمن الأزمات، وهي أولا النادب أو النديب، ثانيا الكبكوب أو الرديدة، وثالثاً الصيغة أو الألفاظ المتداولة في الندبة. عندما نأتي إلى النديب أو النادب، يعتبر هذا هو البؤرة الحقيقية أو المايسترو أو القائد لهذه الندبة، ويشترط أن يكون هذا الرجل يعني ماهر يتفنن برفع الصوت وخفضه وفق ما يعني تتناسب في مقامات هذه الصيحات التي يرددها النديب أو النادب، التي يعبر عن الشجاعة والبسالة والقوة والإرادة إلى غير ذلك. أما عندما نأتي إلى الرديدة، وهما مجموعة الأشخاص الذين يتحلقون حول النديب أو النادب، وغالبا لا يتجاوزون من 10 إلى 15 وقد يزيد العدد عن ذلك. هؤلاء الرديدة دائما يرددون يعني كلمة واحدة لا تختلف، وهي هو هو هو، بينما النديب بحد ذاته طبعا يردد الألفاظ تعتزي بالقبيلة أو لا تشح أو لا ظهور على حسب النادب أو النديب. إذا كان
طبعا النديب او النادب شحي فيبدا يفتخر بالشحوه، واذا كان النديب من قبيله الظهوري فهو يفتخر باولاد الظهور. هنا ايضا يستوقف هنا في هذا الجانب مدى الاحترام ما بين القبائل في الندبه. اذا كان النادب من قبيله الظهوري على سبيل المثال، فطبعا الندبه كما هو معروف لها ثلاث كسرات، يعطي الكسره الاولى يعني اذا كان هو ظهوري لاولاد ظهور، ثم يعطي اولاد شح وهكذا. واذا كان النادب شحي فايضا يكون هذا ايضا متبادل لنفس السياق. ايضا مما يعني يسوقنا في هذا الجانب ان هذه الصيحات المتعاليه لا تاتي من فراغ، وانما ننظر لها يعني لها ابعاد تاريخيه مرتبطه بالطبيعه الجغرافيه للمنطقه ذاتها، بحكم انها منطقه جبليه بحريه ساحليه متعدده التضاريس. هذا التنوع التضاريسي الجغرافي ولد لابناء هذه المنطقه فنون تميزهم عن غيرها، ومن بين هذه الفنون هو فن الندبه بجانب الفنون الاخرى. طيب دكتور، بالنسبه للفن الندبه طبعا كما نلاحظ جميعا دائما اللي يأدون يكونوا كبار في السن، في حال ان هذيل كبار في السن طبعا الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى، في حال انك صار عددهم اقل من المتوقع، الا يستوجب ان يكون هناك يعني تدريب وتاهيل او حتى تعليم لها للفئه او الناشئه الان والشباب الموجودين الان بالقيام بتعلم فنون تاديه فن الندبه، سواء ما اعرف انا تقريبا الجهات اللي ممكن تقوم بالتدريب وتاهيل هذيل الشباب سواء الناشئه او اللي هم الان شباب في عمر تاديه الندبه. طبعا الحفاظ عليه في المناسبات ليس هو الحل، لان المناسبات منهم من يؤديها منهم من لا يستطيع ان يؤديها او يستغنى عنها، فكيف بالامكان المحافظه على هذا الفن او على هذه الفنون الحصريه على المحافظه؟ هذا حقيقة طرح جميل. لا شك أن أي مفردة شعبية أو فن شعبي معرض للاندثار حقيقة ما لم يحافظ عليه، وأقول معرض للاندثار بموت رواد الفن. طبعا الآن كل من يجيده هو من كبار السن، ولكن في الفترة هذه ظهر من الأجيال الحالية من يحاول ايضا حقيقه يستنهض هذا الفن، ولكن يبقى ايضا محدود في خلال مناسبات معينه. من وجهه نظري انه يتطلب ويتوجب على الجهات المعنيه كوزاره التراث والثقافه ووزاره الفنون، كل من له صله بالجوانب المتعلقه بالموروثات الثقافيه، ان يعنى تمام العناية بها بالموروث عموما من بين هذا الموروث. وذلك من خلال او اعداد برامج ودورات تدريبية للأجيال الصاعدة، للأجيال الواعدة، لأن التعليم النظامي لا يعني لا يمنع ولا يحول دون المحافظة على هذا الإرث الثقافي. وبطرق ممنهجة، وأقول أن كبار السن عندهم الاستعداد بهذا، بل أنهم سيكون فخورون بتدريس هذا الفن، هذا الموروث الثقافي الذي استمر على مدار آلاف من السنين دون تغيير بكلماته ولا حركاتي ولا باي شكل من الاشكال فيه. هنا يستوقفني هذا. تفضل. اسمح لي دكتور على المقاطعه، بس ممكن حتى الاستعانه بكبار السن في المدارس طبعا كانشطه مدرسيه او انشطه ثقافيه يمكن يستعينوا فيهم حتى تدريب الطلبه اللي عندهم انشطه ثقافيه. طبعا احنا نتكلم عن المواد الدراسيه، ممكن يكون الى جانب المواد الدراسيه يكون في نشاط لتعليم الفنون
بحيث أن حتى تأديتها في المناشط أو في الفعاليات المدرسية أو في فعاليات المحافظة ككل. فممكن يكون هذا بعد دور المدارس إلى جانب دائرة التراث والثقافة، إلى جانب وزارة الفنون أو باقي الأنشطة الموجودة في المحافظة، بالإمكان ممكن يتناولوا هذا الجانب، ويكون هذا الفن يعني قائم بذاته، يعني بدون ما يكون عليه خوف من الاندثار أو شيء. أنا من وجهة نظري أيضا قد يكون هناك يعني مناهج دراسية مبسطة تحوي الفنون العمانية التقليدية، لأن الآن طلعت أجيال لا تعرف شيء عن موروثها الثقافي الغير مادي، بجانب ما هو المادي الذي أيضا يجهله كثير من أبناء هذه الأجيال. معول هذا الأمر على عدة جهات كما أشرت، من بينها أيضا وفي مقدمة قد يكون وزارة التربية والتعليم أيضا، كونها أيضا هي من تربي الأجيال، والأجيال هذه إن لم تكن تبني حاضرها على ماضيها، ما ليس له ماضي ليس له حاضر. هنا يستوقفني عبارة الكاتب والباحث الشيخ عبد الله بن محمد بن سيف الأغبري في كتابه القول المحكم في وصف محافظة مسندم، أذكر ما كتبه يقول عن الندوة: وحتى لا تطمحل هذه العادة أبا الشحوح، وذكر قبيلة الشحوح، أبا الشحوح أن يتركوها فاستبقوها كعادة يورثونها ويعلمونها للأجيال جيلا بعد جيل، يمارسونها كشعار لتكريم ضيوفهم، بهذه العبارة قال لتكريم ضيوفهم، ويرددونها بعباراتها المعروفة وشروطها المفروضة بعد الانتهاء من تناول وجبة الطعام، لأنه كما معروف أن الندبة لحد الآن إكراماً لصاحب المأدبة أيضاً تؤدى الندبة، وهذا أيضاً يسوقنا إلى الحالات والمناسبات التي يعني تستنهض فيها همم النادب أو النديب أو المناسبة التي يقال فيها الندبة. أنا أشرت في هذا الكتيب البسيط وبشيء من الإجازة، قلت أنها يعني أول شيء بهدف بث روح الحماس والحمية لرجال القبيلة، كذلك أشرت دكتورة في المقدمة إلى إرهاب وكسب العدو، ومن أجل استنهاض همم القبيلة من أجل مواجهة العدو. يسوقني ما قلت سابقا في البداية أن الندبة نداء حرب وسلم، في الحرب عند استنهاض همم العدو، وفي السلم عند الانتصار على العدو أو كسب غنيمة ما، فهنا تجمع ما بين الحسنيين. كذلك لحد الآن في الوقت الحاضر تؤدى الندبة في الأفراح والمناسبات الشعبية، في المناسبات الوطنية، والجهات المعنية حقيقة تحاول أيضا يعني لا تنسى أو تتناسى الفنون الشعبية، دائما يعني تستنهض همم هذه الأجيال وتستنهض من القائمين على هذه الفنون في خلال المناسبات الوطنية. أحسن دكتور، إحنا من خلال نافذة أمل التابعة للنادي الثقافي نشكرك على هذه الاستضافة وكرم قبولك أنك تكون معنا ضيف اليوم، ولك جزيل الشكر دكتور، الله يعطيك العافية. أشكرك دكتورة، يعني وهذا في نهاية المطاف أيضا أذكر ما قاله مولانا السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله قراه، عندما قال يعني أن قوتنا لا تكمن أن قوتنا حقيقة تكمن في التراث في التراث العماني العريق وشرائع مبادئنا الإسلامية الحنيفة، بمعنى أن هذا التراث باق إلى ما شاء الله تعالى. وبالختام أشكرك دكتورة وأشكر النادي الثقافي وكل من قائم على هذه البرامج وهذه الفعاليات الثقافية التوعوية لمختلف شرائح المجتمع العماني. أحسن دكتور، أحسن، جزاك الله خير.
هاي.